ينضم إلينا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا بك رائد. دعنا نبدأ من صندوق النقد الذي يرى أن خطة بايدن التحفيزية وحملات التلقيح حسنت النظرة إلى تعافي الاقتصاد. كيف تبدو الصورة لديكم؟ يعني بلا شك نحن نستهدف في الاجتماع القادم بالسادس من أبريل للصندوق النقد الدولي توقعات أفضل من تلك التي نشرها في يناير التي كان يتوقع فيها النمو ب 5.5% تماشيا مع رفع الفيدرالي الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية لتوقعات النمو إلى 6%. بلا شك القائد لهذا التعافي هو الاقتصادات الأكبر، والاقتصادات الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي كلتاهما تتوقعان نمو بأكثر من 6%، وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية 6.5% الأعلى في 37 عام. هذا بلا شك سوف ينعكس إيجابا على توقعات صندوق النقد الدولي للنمو، ولكن التركيز أكثر على النمو الغير متكافئ. إذن يوجد نمو، ولكن هذا النمو هش، ليس قوي بالشكل الكافي، يحتاج إلى تضافر العديد من الظروف الإيجابية فيما يتعلق بتحسن مستويات التطعيم حول العالم وليس فقط في البلدان المتقدمة، وكذلك الأمر عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته السابقة حتى يكون هناك تعافي حقيقي ملموس مستدام. وإن كانت التعافيات التي أو التوقعات بالنمو هي مدعومة بحزم تحفيز ضخمة جدا، 1.9 تريليون في الولايات المتحدة الأمريكية وتريليونين إضافيات ما مجبور، ومتوقع مزيد من التحفيزات. هذا يعني يعادل تقريبا 20% من الناتج المحلي الإجمالي. رائد، خلينا نحكي عن موضوع الخطة التي سيعلن عنها بايدن اليوم لاستثمار تريليوني دولار في البنى التحتية. كيف يمكن أن تنعكس على الاقتصاد في المرحلة المقبلة، وكيف يمكن أن تنعكس أو تؤثر على الأسواق؟ من المتوقع أن تكون انعكاس هذه الخطة أكبر بكثير من 1.9 تريليون التي تم تمريرها وإيصالها، لأنه بس هي على مدى 8 سنوات استثمار تماماً، لأنه هي كمان استثمار مباشر بالبنية التحتية، خلق وظائف بشكل مباشر وليس تعويض الأزمة التي كان يحدث في الخطة السابقة أو يعني ردم الصدع الذي حدث بنتيجة الجائحة وتحفيز أو تعزيز الشركات حتى تستطيع منح الرواتب مرة أخرى، وكذلك الدعم المباشر الذي تم تقديمه. أيضاً في عندي كان ما يقارب 174 مليار سوف يتم ضخها في السيارات الكهربائية، وهذا أعتقد توجه جديد غير مسبوق سوف يغير من مستويات الطلب ومن توجهات الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بشكل عام. هي على مدى 8 سنوات من المتوقع أن يكون هناك خطة إضافية بعد بعد النصف الثاني من هذا العام بتريليونين إضافيات سوف يتم تمريرهم أيضا لتعزيز الاقتصاد الأمريكي. في عندنا كمان رفع الضرائب. رفع الضرائب فعلا، عادة عندما يقترح رئيس أمريكي رفع الضرائب بتلاقي دغري مواجهة في الشارع وأيضا من الكثير من السياسيين في الولايات المتحدة. الآن رفع الضرائب من 21% إلى 28%، كيف ستواجه في الشارع وكيف ستؤثر بدورها على الاقتصاد، ومن سيتأثر أكثر من غيره؟ كبرى الشركات هي التي سوف تكون مستهدفة بشكل مباشر بهذا الرفع، وهذه الشركات استفادت بشكل كبير من حزم التحفيز السابقة وأيضا من ارتفاع مستويات التضخم من صح التعبير وارتفاع أسهمها بشكل عام بنتيجة حزم التحفيز القوية. أعتقد سوف يكون هناك صراع داخل الكونغرس لتمرير هذا الاتفاق، لأنه عملية استخدام الأموال، عملية استخدام هذه الضرائب الإضافية أعتقد سوف يكون عليها حديث كبير، لأنه في عندنا كمان حوالي 400 مليون يريد أن يوسع بها الرعاية لكبار السن، الرعاية الصحية، وأعتقد هنا سوف يكون هناك العديد من إشارات الاستفهام، سوف لن يكون سهل التمرير، ولكن نجاح بايدن في وإدارته والسيطرة نوعا ما الديمقراطيين سوف تساهم بشكل كبير في تمرير هذه الخطة ومزيد أيضا من التحفيز. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، كنت معنا من دبي. أهلا وسهلا.